بدأنا بالدخول بوقت الشتاء، بدأنا بالدخول بخير زمان للمؤمن. خير زمان للمؤمن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الشتاء ليله طويل. طب تحلى السهرة؟ لا، ليله طويل. طب نقعد مع بعض على السوشيال ميديا؟ لا، ليله طويل فيقام، ونهاره قصير فيصحى. إني لأعجب أشد العجب من حالنا في ليلنا، وكأننا إذا غربت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا انقطعت علاقتنا مع الله، مع أن المؤمن حاله مع ربه برهبانيته وقربه من الله في الليل. قال سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قال سبحانه: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. قال سبحانه: ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. قال سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: المستغفرين بالأسحار. قال سبحانه وهو يصف حال عباد الله سبحانه وتعالى في قربهم من الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال سبحانه: والذين يبيتون، كيف يبيتون؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني التسبيح ذكره الله في أكثر من موضع في القرآن أنه في الليل، كم مرة تسبح ربك في الليل؟ والاستغفار ذكره الله في القرآن بأنه في الليل، وقيام الليل بالليل، والتهجد بالليل، وقراءة القرآن بالليل. ماذا تفعل من هذه العبادات في الليل؟ والدعاء في جوف الليل، والقرب من الله في الليل. هدأ الناس وناموا، ورقدت العيون، والله سبحانه وتعالى يقول وينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فما حالك بالليل؟ ما حالك وقد أخذ جوالك حياتك، تنام عليه وتستيقظ عليه ولا تلتفت إلى شيء من أمور أخرى؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر حالنا مع القرآن قال بعدها: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أو نحب العاجلة وبعض التسلية في إدمان الجوالات، ونترك حال ملك الملوك وقد سألنا: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. أنمضي الساعات تلو الساعات في الليل ولا يكون منا لفظة استغفار أو لفظة تسبيح؟ أي قلوب نحن، وأي ران قد وضع على قلوبنا؟ تمر الليالي تلو الليالي ونحن في بعد عظيم عن الله سبحانه وتعالى. أحدنا لا يوقظ نفسه فيستيقظ لقيام الليل، بل أعظم من ذلك أنه لا يستيقظ أساسا على الفجر، ولو نام من أول الليل لم يستطع أن يتابع ليله من النوم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أما لك من ذنب تستغفره؟ أما لك من ذنب تستغفر الله عليه فتقوم في جوف الليل فتدعو ربك أن يغفر الله ذنوبا لو حاسبك عليها لهلكت؟ أما لك من حاجة وأنت تفكر ليل نهار في هموم قد عرقت مضجعك وأتعبتك، فما طرقت باب الله في الثلث الأخير من الليل لتقول: يا رب يا رب حاجتي يا رب. حالنا عجيب جدا، وأصبحنا نخشى على أنفسنا أن نكون ممن قال الله فيهم: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنت مؤمن، أي عذر لديك وعندك ما يزيد عن 10 ساعات في الليل ولم تخصص منها 5 دقائق لله؟ حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. كم ساعة تحتاج بقيام الليل حتى تتفطر قدمك؟ أن تقف كم ساعة لحتى الدم يبلش ينزل من إجريك؟ 5 ساعات أو 6، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله عنه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. أدنى من ثلثي الليل، أكثر من تلتينه. فكم خصصت لنفسك؟ عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي: يا رسول الله،
تفعل ذلك، يعني تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني اللي عنده الذنوب لازم يقوم هيك، أنت ما عندك ذنوب. قال يا عائشة، أنا أكون عبدا شكورا؟ أولا هب أن الله قد غفر كل ذنوبك وأنك أصبحت تمشي كالملائكة لا ذنب عليك، أولا تكون عبدا شكورا على ما أعطاك الله من نعم لا تعد ولا تحصى يحسدك غيرك عليها، هيأ لك مسكنا وهيأ لك عائلة وعافاك في جسدك وأهلك وسترك، أولا تشكر الله على هذه النعم؟ عجيب أمرنا مع الليل. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل يترك صلاة الوتر، قال ذلك رجل سوء. عند الأحناف صلاة الوتر واجب. طب يلي ما قال واجب، قال سنة مؤكدة. ركعة الوتر ما عم بتصليها. لأي حال وصل هذا القلب بالبعد عن الله؟ إلى متى ونحن بهذا البعد؟ أصبحنا نتراجع حتى بالتذكير، صرنا ما نذكر بصلاة الجماعة، ما نذكر بقيام الليل، ما نذكر بصلاة التطوع. ليه؟ خلي الناس تصلي الفرض بالأول. لا، بدنا نحط سدود بيننا وبين المعاصي، سدود بيننا وبين الشيطان، حتى الشيطان إذا فكر يوسوس لنا، لما يوسوس لنا والله اليوم روح علي ركعتين من قيام الليل، أتحسر وقتها على ركعتين من قيام الليل. أما إذا أنا ما عندي قيام ليل ولا وتر، راحت صلاة الفرض عادي عندي. بس لما أنا تروح علي الوتر فأحس كأنما وترت أهلي، يعني مات واحد من أولادي أنا عشان راحت علي صلاة الوتر، هيك نفس الإحساس. هون بتحول حالنا لأحسن الأحوال، هون بنتغير، هون بنكون فرسان في النهار ورهبان في الليل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. جاءت فرصة من ذهب لتصلح ما بينك وبين الله، هذا الليل بطوله، فاختر ما شئت منه، فإن شئت فقم في آخره وهو أحب إلى الله، وإن لم تستطع فمن أوله. من لم يستطع أن يقوم آخر الليل فليوتر أولها، من لم يستطع أن يقوم بالقرآن فليصلي وهو جالس، من لم يستطع أن يقرأ من حفظه فليقرأ عن حاضر، لا بأس بذلك، ولكن اجعل بينك وبين الله موعدا. أيقظ أهلك، بالله عليك أيقظ أهلك ولو لمرة واحدة، وتحسس إحساس أن تصلي معهم جماعة في قيام الليل، تحسس إحساس أن تقف أنت وابنك وابنتك الساعة 3 أو 4 الصبح صلوا قيام الليل بالبيت، يحسوك أنه أنت تخاف الله.